وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور طارق. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. نعم دكتور، عقوبات جديدة طالت عددا من المسؤولين في النظام الإيراني وشخصيات تابعة ومناصرة لحزب الله الإرهابي، يعني باعتقادك هل هذه العقوبات هي على الطريق الصحيح لردع النظام الإيراني عن تصرفات الوحشية مع المتظاهرين السلميين، أم نحن بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك؟ لا، وبالتأكيد طبعا نحن في حاجة إلى أكثر من هذا، خصوصا أن هذه سابعة يعني مجموعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد أفراد وكيانات إيرانية. لكن يبدو أنه الإدارة الأمريكية بتمضي خطوة خطوة في هذا الإطار. هو مطلوب بطبيعة الحال أن يكون هناك منظومة كاملة للعقوبات، لأن هذه القائمة الجديدة يعني تكرار لما سبق. صحيح أنها شملت شخصيات مهمة زي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون علي عسكري، وأيضا المجموعات المحسوبة على جماعة أنصار حزب الله وقضاتهم باتهامهم في تورط في انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا يعني شركة متخصصة في البرمجيات والحاسبات الآلية. لكن أنت في حاجة الآن إلى مراجعة لهذه الكيانات، وبالتالي على الإدارة الأمريكية وتحديدا وزارة الخزانة الأمريكية. وزارة الخزانة الأمريكية حضرتك لديها أرشيف كامل لهذه الشخصيات ولعناصر ميليشيات أنصار حزب الله تحديدا منذ سنوات، وبالتالي القضية ليست في هذه القوائم التي تصدر تباعا. وطبعا عدد الأسماء اللي موجودة غير كافي، المطلوب توسيع بطبيعة الحال الشخصيات الأسماء الكيانات. نعم. طبعا بصورة أو بأخرى أعتقد ده شيء مهم في هذا التوقيت. واضح انه الاداره الامريكيه لا تزال بطبيعه الحال تتاخر في هذا. ربط الاقتصاد بالاعلام بقضايا حقوق الانسان، يعني معظم الشخصيات حتى في القائمه الاخيره اللي بنتحدث فيها القائمه السابعه شخصيات محسوبه على هيئه الاذاعه والتلفزيون، شخصيات محسوبه على مؤسسات حقوق الانسان وقضاياها، مجموعات محسوبه على انصار حزب الله وتبع الحرس الثوري بطبيعه الحال. لكن طبعا هناك نقص كبير في بعض الشخصيات وبعض الشركات الدولية اللي تعاملت معها إيران طوال الفترة الماضية. نعم. وزارة الخزانة تعلم جيدا حضرتك هذه القوائم، لديها قاعدة بيانات داتابيس كاملة حول هذه الأسماء. أعتقد أنه على وزارة الخزانة الأمريكية وأيضا وزارة الخارجية يعني أن توسع من هذه المنظومة لمحاولة يعني تطويق ومحاصرة الممارسات الإيرانية بصورة أو بأخرى في هذا التوقيت، لأنه واضح أنه حتى الاتهامات التي وجهت لبعض الأسماء في هذه القائمة السابعة اتهامات مكررة، ويعني اتهام مثلا علي عسكري بممارسة تعذيب في جزء من الاعترافات الخاصة بمعتقلين سياسيين، دي اتهامات عامة مباشرة وسبق أنها طبعا تم طرحها. أنا أعتقد أنه مطلوب ان يكون في اسماء جديده وكيانات اكبر وعدد جديد، القوائم اللي يتم تفعيلها. ثم اهم من هذا بقى حضرتك كله وضع الضوابط والمعايير الخاصه بالتعاملات الامريكيه، لانه الحظر حضرتك بهدف حظر التعامل الاداره الامريكيه معاهم، وانه لهذه الكيانات والاشخاص عدم التعامل او السفر حتى للولايات المتحده. فالقضيه ليست سفر، القضيه ليست تعاملات، لكن يعني توجيه أدلة وبراهين كاملة حول هذه الكيانات وممارساتها طبعا بصورة أو بأخرى، وطبعا الدور الإيراني المشهور في هذا التطبيق. نعم. طيب دكتور طارق، يعني إلى أي مدى هذه العقوبات تشكل دعما أيضا للحراك في إيران وحركة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح نظام الولي الفقيه؟ بالتأكيد طبعا كلما اتسعت مثل هذه القوائم وتم التنبيه عنها بيطلع عليها الرأي العام الإيراني، وبتكون هناك يعني متابعة لمثل هذه الأمور، خصوصا في ظل ما تعاني إيران الآن برغم كل التكتم ويعني الحصار الإعلامي على ما يصدر بشأن موضوع ما بعد مرحلة تبعات الانسحاب الأمريكي الاتفاق النووي والمراوغات الإيرانية الجديدة في التفاوض حول الاتفاق الجديد، اما باضافه ملحق او بتعديل وتصحيح مسار بعض النقاط. الايرانيين كما تعلم حضرتك لديهم قدره كبيره ومراوغات عديده تكتيكيه ستستخدم بصوره او باخرى لاقناع الراي العام الايراني بعدم وجود تاثيرات حقيقيه، لكن بطبيعه الحال
المرحلة الجديدة القادمة واللي بدأت منذ عدة أسابيع ستكون صعبة على الشعب الإيراني، ستكون هناك تأثيرات اقتصادية كبيرة. نعم. تفعيل منظومة العقوبات سيضر طبعا بالمواطن، وبالتالي ستتوقع ردود فعل من الرأي العام الإيراني بصورة كبيرة، حتى مع حالة القمع الكبيرة اللي بتمارسها أجهزة الحرس الثوري وأجهزة الدولة الإيرانية والميليشيات التابعة لها. نعم، دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.